مختومي بالشو اسمه يعني بدي افتح اذا في مجال اسئله للجمهور الحاضر، واكيد بتمنى عليكم ما تعيطوا علينا بس تسالونا على رواها شو ما كان يكون راينا تقبلونا، والسؤال يكون مثل ما بقولوا محدد، يعني بتكون تعملوا مقدمه اعملوا مقدمه بس السؤال يكون محدد حتى نقدر نتفاعل مع بعضنا. تفضل. مرحبا، انا اسمي كميل موراني. انا ما عندي سؤال، عندي بالاول جواب على سؤال حضرتك طرحته بموضوع المطار. بيحكونا بالمطار انه والله اذا فتحنا مطار هيدا رايحين نحن على التقسيم، وراح يتقسم البلد اذا عملنا مطار بعكار ولا مطار برياء. الحقيقه انه في مين مسيطر على مطار بيروت اخذ معه 40 سنه لا يسيطر على مطار بيروت، وما بده يرجع يكركب راسه ويسيطر على مطار تاني ولا مطار تالت. يعني ما تصعبوا المهمة كمان على الشباب، لأنه أحسن ما بكرة يرجع يصير في عنا 7 أيار تاني بعكار ولا برياء ولا لأنه بتعرفوا يعني في مقتضيات لربط الساحات وما إلى آخره. هون عفوا بدي بس قبل كان بدي أوجه شكر لأستاذ توني منسع على تنظيم هذا الموضوع. للحقيقة لفتني بكل المداخلات أن الحلول موجودة قد ما بدنا، اللي بينقصنا هو دولة طبق هذه الحلول. أنا قناعتي صارت بمحل تاني، نحن مشكلتنا بغياب دولتنا. ساعة منحط الحق، إذا بدي أخذ أي مثل، تعوا ناخذ سريعا مثل UNHCR، مثل لاجئين. ساعة بالنسبة لنا الحق على UNHCR، ساعة الدول الأوروبية والنظام السوري يا جماعة إيه UNHCR شغلتها تدافع عن اللاجئين، هيدا شغلة. النظام السوري ما بده إياهن، 2 مليون بني آدم من عنده ما بده إياهن، عم بدافع عن مصلحته. دول أوروبية عم بدافع عن مصلحتها، نحن مين بدافع عن مصلحتنا؟ نكبتنا إنه ما عندنا حدا بدافع عن مصلحتنا. حضرتك شو بتقترح بهذا الموضوع؟ أنا بقترح بهذا الموضوع إنه نحن نقدر نرجع نتكتل كناس حول مصالحنا. لبنان الرسالة ولبنان جناحين الفينيق حلوين كتير بس هول ما بيطعموا خبز. إذا ما رجعنا تكتلنا حول مصالحنا في مشروع طويل عريض اليوم بالشرق الأوسط، يا منكون جزء منه، وما عم بحكي عواطف، فينا نحبهم وفينا ما نحبهم، خلينا نحط العواطف على جنب. إذا ما كنا جزء من هذا المشروع الاقتصادي الكبير يلي عم يركب بالدول العربية، نحن رايحين إلى غياهب النسيان. شكرا. وصلت الفكرة. مين بحب دكتور جاسم؟ بس بدي أقول بليز بال 2026 ما تنسوا تصوتوا لكميل. بس مديحة وقفي مديحة وقفي وقفي. مين بحب يسأل يعمل؟ تفضل دكتور زياد. تفضل خي انت دكتور، لانه هلا جايب لنا وظايف معك دكتور زياد بكداش نائب الاجابه الصناعيين. يعني انا سوري بدي اخذ دور غيري لانه تحت على البانل هلا، بس بدي جاوب اجوبه سريعه بالنسبه لموضوع القطاع الزراعي بالاحرى القطاع الصناعي الاجرو فود. مش مزبوط انه نحن لازمنا كثير بقى مصانع اجرو فود، وي ار ساتوريتد. بس نحن لازمنا اذا بدك المصانع الموجوده تبلش تعمل سب كونتراكتنج للشركات الاجنبيه، وهي بلشت مع عند الغندور وبلشت عند شركه ثانيه الماجي تبع يعني النسله اذا بدك اكثر شيء هن بلشوا. نحن هذا اللي بدنا اياه، وبعرف انا في كثير مصانع اليوم رح يبلشوا يصنعوا بضاعه باسامي اجنبيه بس للسوق المحلي، مع العلم انه السوق المحلي صغير. نتمنى يسمحوا لهم يظهروا برات لبنان. اما بموضوع المطار، خيادة المطار السوق، خلينا نحكي اول شيء بالترين، لانه اليوم العامل بده يجي من عكار على بيروت ما بيجي بالطياره، بده يجي بالترين. اليوم مثل ما عم بيقولوا الشباب، في اكثر من 40% من الشباب الموجودين بعكار بينزلوا على المتن وعلى كسروان وعلى جبال، بيمشوا الساعة 5 الصبح من بيتهم، بيوصلوا على اخر نفس الساعة 7، بده يمكن ركوة قهوة ليقدر يفيق، وعشية بيرجع بيطلع الساعة 5، بيوصل الساعة 8 اذا ما في عجلة سير، الله يعينه كيف بده يجي ثاني نهار. لو كان موجود ترين
كانت انحلت المشكلة، بس المشكلة الأكبر هي الثقافة عند العامل اللبناني، ما بينام بالمصنع. لك يا حبيبي نام بالمصنع بيطلع لك زيادة، لا لا بروح نام ببيتي. يعني أول شيء هذا اليوم البانلز كثير مهمين، أنا بتمنى يكون كان في تلاميذ أكثر لأنه الموضوع هذا بيتعلق فيهم هني، بس أكيد الثقافة عند العامل اللبناني لازم تتغير. وبالإضافة حاش بقى نحكي على الدولة، الدولة نحن اللي انتخبناها، مشان ما نضحك حالنا، نحن شعب منا، شعب من كب الزبالة منسكر المجارير ومنسب الدولة، نحن شعب نوقف بالثالث صف بالطريق ومنقول الدولة عم بتزبط سير، نحن جماعة اللي انتخبنا الدولة، نحن اللي جينا الدولة. استاذ زياد بدي اسألك سؤال، قديش نسبة العاملين اللبنانيين بالقطاع الصناعي؟ وانا بعرفك انك رح تقلنا الرقم الحقيقي شو ما كان يكون. لا مشان ما اضحك عليك دكتور، تعرف معستك انت، اليوم الارقام بلبنان هي وجهة نظر. نحن عم نحكي صرنا 10 سنين بنقول في 195 الف عامل لبناني بالقطاع الهدا، بس انا برايي في اكثر. للاسف انه لحد اليوم الضمان الاجتماعي ومصرف لبنان ما عندهم ستاتستيك باي سيكتور. يعني اليوم اذا بتسال مصرف لبنان، اذا بتسال مثلا مصرف لبنان شو بيجي حوالات للصناعه او شو بيطلع حوالات للصناعه، ما بيعرفوا. اذا بتروح على الضمان الاجتماعي كمان بتسال هالشيء كمان ما فيك تسأل، ما بتوصل لمحل. اليوم نحن كجمعيه الصناعيين وكقطاع خاص بدنا انه يشتغلوا 100% لبنانيين، مع العلم انه في بعض العمالة ما فين يشتغلوا اللبناني، نحن بنفهم هالشيء، بس للاسف انه الشعب اللبناني او بالاحرى قسم لا باس به من اللبنانيه ما بدهم يشتغلوا. ثاني شيء بدهم كل شيء يتامل لهم ومعهم حق، انا ما عم بقول لا، بس اليوم انا بالنسبه لي بتقول نحن في عنا السوريين عم بيشتغلوا مش لانه اللي بيشتغلوا حق علينا نحن. اذا بتسمح لي هون رح اقول شيء، هلا رح ينبسط استاذ زياد، بس انا مش عم بقوله حتى يكون مبسوط. انا قلت من قبل الازمه ولحد اليوم تتقدروا تقوي القطاع الصناعي، ولا فينا نحكي قد ما بدنا، بنخفض لك فوايد هذا شو اسمه ضرائب وبنعمل لك، فيك تحكي قد ما بدك، ما انت فاتح الاستيراد على مثل ما بقولوا هوي. اللي لازم نعمله ولحد هلأ بضل ماشي الحال، صحيح نحن باقتصاد حر، بس حتى الاقتصاد الحر النظرية الكينيزية سمحت للدولة انه تتدخل بالاقتصاد الحر تتزبطه بس يكون في خلل. خدوا حالة فيتنام، بس عفوا كوريا، بس طلعوا من الحرب كوريا الجنوبية، اول شغلة عملوها منعوا اول 5 منتجات او 10 منتجات بيستوردون، منعون من الاستيراد وعملوا مصانع محلية كرمال هالشغلة. طيب هل يعقل انه نحن كنا قبل الازمة 85% من استيرادنا كان مستورد من استهلاكنا على القليل الغذائي؟ لذلك انا اؤيد هذه الفكرة وبطرحها بقوة، انه على القليل بالمرحلة الاولى خلينا، عفوني من قصة المعاهدات التبادل التجاري والهذا والخبريات، وخلوني اقدر اكفي، ولانه ل 65% سوق الداخلي بدي اجبر المصانع، وهذه يمكن ما تعجبك استاذ زياد، بدي اجبر المصانع انه يكون في عندها كوتا من العمال اللبنانيه. هاي اجباري، لانه ببعض القطاعات ببعض الصناعات يعني انا شفت انه في ارقام. برجع بذكركم القطاع الصناعي كتير مهم، لانه كل وظيفة بده واحد يعلب البضاعة، بده واحد ينقلها، وبده واحد يبيعها، وبده واحد يركبها بالبيت. كتير مهم القطاع الصناعي انه يتقوى، وهذه الطريقة الوحيدة لحتى تتقوى. بس بتزيد شغلة ضرورية، شغلة سريعة، بس على السريع لانه خلص اليوم وعدنا. اليوم المشكلة الصناعة هي مشكلتها الزراعة، بس لا يعرفوا الموجودين انه نحن اليوم مشهورين بلبنان بصحن الحمص، 80 او 85% من الحمص الحب يستورد. هيدي المشكله، مشكله الزراعه. وبالنسبه لموضوع الجبنه، بعد احترامنا لابونا، في مصانع اليوم جبنه صارت بلبنان
عم تنباع بكل السوبر ماركت بنوعية جيدة جدا. هلا إذا في أحد الأشخاص قال لك هالحكي، بس أبكد لك اليوم الشعب اللبناني اليوم صار عم بيشتري الجبنة اللبنانية، عم بفضل عن الجبنة الأجنبية. شكرا لك، شكرا شكرا ست مريحة، شكرا دكتور وسام أبونا، دكتور حسان بشكركم، وشكرا للجمهور، وبنعتذر منكم إذا طولنا عليكم. بدنا سقفة كبيرة على الفانل الجميل، بس أول شيء بتشكركم، بس الاعتراف بالخطأ فضيلة. أول ما قدمنا الأشخاص اللي بدي يقعدوا على البانل ما انتبهت أبدا، وأنا بعتذر من الأستاذ حسان ضناوي، بيطلع له زقفة شخصية لإله. فرح نوزع ميداليات الجامعة للحض للمشاركين بالبانل اللي هن بروفيسور جاسم عجاءة، والأبونا كامل، والسيدة مديحة رسلان، والدكتور أسامة زيدي، والدكتور حسان ضناوي. شكرا لكم، شكرا لكم، زينتونا. نحن عنا كوفي بريك 10 دقائق تمام، بيكون بعد عنا سيشن قبل الغداء، فإذا معنا كوفي بريك 10 دقائق على قد ومنبلش إذا بتعمل معروف. أوكي، وطبعا الجميع الموجودين بعد السيشن الثالث الجميع مدعو على الغداء اذا الله رد. فاذا كوفي بريك 10 دقائق. بس خليني اتصور معهم وبرجع لك. بدي اتصور مع الدرع، لكن الدرع ضبيته هلا ضروري.